الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفض إنتاج النفط الخام من تحالف أوبك بلس ومنتجي النفط الآخرين بمقدار 300 ألف برميل في اليوم خلال شهر آذار الماضي مع تأثير العقوبات على الإنتاج الروسي، في حين خالف العراق توقعات وزاد من إنتاجه. وجاء الانخفاض من خارج أوبك من روسيا التي تعد أكبر منتج في المجموعة بمقدار 260 ألف برميل في اليوم إلى 9.6 ملايين ألف برميل الشهر الماضي، ويعود سبب الخفض إلى إدخال سقوف أسعار لمجموعة السبع وحظر استيراد الاتحاد الأوروبي على معظم المنتجات الخام والنفطية الروسية اعتبارا من شهر كانون الأول عام 2022. أعلنت إدارة الجمارك الصينية انخفاض الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاتا خلال شهر آذار الماضي من العام الحالي. وأظهرت الإدارة في إحصائية لها أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة انخفضت في شهر آذار بنسبة 19.9% لتصل إلى أكثر من 8 ملايين برميل مقارنة بشهر شباط عام 2022 الذي بلغ أكثر من 10 ملايين برميل. وأضافت أن العراق احتل المرتبة الخامسة من بين 10 الكبار المصدرين للنفط إلى المصافي الصينية المستقلة. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن تأخر إقرار الموازنة يحجب جزءا من النفقات المهمة بالاقتصاد العراقي. وأوضح صالح أن عدم إقرار الموازنة حتى الآن يؤثر على فرض التقدم والنمو، مضيفا أن الموازنة العامة الاتحادية مسألة مهمة في حياة العراق الاقتصادية، إذ أن النفقات الحكومية تشكل نحو 50% من إجمالي الإنفاق العراقي، وتصل تأثيراته إلى نحو 85% في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن تأخر إقرار الموازنة يعني حجب جزء من النفقات المهمة في الاقتصاد العراقي، ولا سيما المشاريع الجيدة والتعيينات والبرامج والالتزامات. أعلن الأردن أن العراق تراجع للمرتبة الرابعة كأكبر مستورد للصناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2023. وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية إن الهند وأمريكا والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 993 مليون دينار أردني، مبينة أن العراق تراجع مرتبة واحدة ليحتل المرتبة الرابعة للمستوردين بقيمة 189 مليون دينار أردني. وأوضحت أن صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيميائية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية. أفادت بيانات رسمية أمريكية بتباطؤ التضخم بالولايات المتحدة في شهر آذار الماضي إلى 5% عند أدنى مستوى منذ شهر أيار عام 2021. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1% في شهر آذار، وذلك أقل من التوقعات التي قدرت صعوده بنسبة 0.2%. فيما ارتفع التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.4% على أساس شهري في شهر آذار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في شهر شباط. ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 9 مرات في محاولة لكبح ارتفاع مستويات التضخم، فيما تترقب الأسواق اجتماعه في 3 أيار المقبل. والآن انتقال سريع لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.